ايه ده؟ هو انت تقدر تعمل فورمه وانت في البيت؟ لا، هو انت تقدر تعمل فورمه وانت في البيت من غير اوزان؟ طب ما تيجي نشوف. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مرة. طبعا كلنا عارفين اللي بنمر بيه حاليا، مش مصر بس، العالم كله، فيروس كوفيد 19 او كورونا. ومرينا بازمه قعده البيت وقفله الجيمات، حاليا الحمد لله لسه ما دخلناش في المرحله الثانيه من الحظر الكامل وانه يقفلوا الجيمات، لكن ناس كتير قوي خايفه على نفسها، خايفه انها تنزل الجيم حتى لو الجيم بتاعها كبير وبياخد اجراءات احترازيه، لكن برضه مش هتتحكم في اللي ماشي جنبك وبيحدث في وشك. انا مش بخوفك، لكن بقولك لازم تاخد بالك. لو مش خايف على نفسك فكك منك انت خالص، معاك عيال صغيره في البيت بلاش، والدك ووالدتك بلاش، جدتك وجدك. تقول لي يا عم انا عايش لوحدي ومش خايف على نفسي، بره عنك انت بس بعيد كده، مش طالبوك الصراحه. هقول لك تمام، انت ما بتعملش مع اي حد، ما بتنزلش السوق، ما بتتعاملش مع اي بني ادم، استحاله هتشيل ذنبه. لو انت حامل للمرض او حامل للفيروس حتى لو مش باين عليك الاعراض ورحت نقلته هتشيل ذنبه. فعلى قد ما نقدر يبقى نزلنا للضروره القصوى، لو في شغل يبقى شغله وبس، لو درس ولا دراسه الافضل يبقى اونلاين، لو مش اونلاين يبقى هو وترجع حد ما نطلع من الموضوع ده بخير ان شاء الله. احنا ما عليناش غير حاجتين، ندعي ربنا انه يشيل عنا المرض ده، تاني حاجه ان احنا ناخد بالاسباب على قد ما نقدر. ما نقولش يا رب شيل عنا المرض وانت قاعد على القهوه 24 ساعه. النهارده بقى هنعمل ايه؟ طبعا زي ما شفت في اول فيديو، فاحنا هنتمرن في البيت. لا، ومش بس هنتمرن في البيت، طبعا ميزانيه المواطن اللي هو مش على الحديده، اللي هو بقى الحديده خالص، معهوش فلوس يجيب اوزان ويجيب ريزيستنس باند ويجيب عقله ويجيب بارات ويجيب دنابل. مع بعضنا ان شاء الله هنحافظ قدر المستطاع على الفورمه اللي احنا عملناها عشان ما نرجعش تاني نبدا من الصفر. هنبدا البلاي ليست دي تمارين في البيت بوزن الجسم، ويا دوبك اول ما تحوش او اول ما يبقى معاك فلوس وتشتري اوزان هتلاقي فيديو التمارين بالاوزان في البيت نزل. بس قبل ما نبدا تنزل تعمل لايك، وانت نازل تعمل لايك هتلاقي زرار على جنب كده اسمه سبسكرايب، جنب السبسكرايب جرس تشغله عشان توصل لك الفيديو الجديد بتاع التمرين بالاوزان، طبعا الفيديوهات الجديده كلها، وتعمل شير بقى للفيديو ده، يعني اعتقد ان الفيديو مطلوب، ده انا بتاع 500 رساله جايالي على الحوار الفيديو ده بس، فيعني الفيديو مطلوب والفيديو متعوب عليه. وما تنساش الجيف اواي، هتلاقي اللينك تحت، ولو عايز اي تفاصيل خش على الفيديو بتاع الجيف اواي. مش معنى ان انت هتتمرن في البيت او هتتمرن بوزن جسمك انك ما تسخنش، لازم تسخن مفاصلك دي اهم حاجه، وجسمك عموما على الاقل 5 دقائق كارديو لو انتنسي، تسخن جسمك وتسخن مفاصلك اللي احنا هنروح نسخن دلوقتي ونرجع نشوف التمرين. يلا هديك تمرينتين من كل عضلة، 2 للشيست، 2 للباك، 2 للباي، 2 للتراي، 2 للرجل، 2 للكتف. وبس يا معلم نبدأ أول تمرين، تمرين شيست هيبقى بوش أب، لكن مش أي بوش أب. طيب التمرين ده هتلعبه قد ايه؟ هتلعبه لحد الفيلير. يعني ايه لحد الفيلير؟ يعني لحد ما تقع. التمرين اللي جاي ده يعتبر نوع من انواع الدبس. طيب احنا كده لعبنا الدبس،
تلعبوا قد ايه؟ من 12 ل 15 عده. المهم انك تنزل صح قوي باداء مليون في الميه، وتخلي التيمبو بتاعك او اللي هو الوقت اللي تنزل بيه بالراحه، يعني تنزل في ثانيتين وتطلع في ثانيتين. هنلعب دلوقتي ايه؟ هنلعب دلوقتي باك. هنخش الباك ازاي؟ هنخش الباك بدي. خلي بالك يوضع سره في اضعف خلق، طلع عضلات بالتلازينه دي، خلي بالك. تعالوا نشوف ازاي. كده خلصنا التشيست والباك. الباك هتلعبه زي ما انت شفت كده بتكنيك مظبوط مليون في المية. دول هتلعبهم اربع مجاميع لحد الفيلير، لحد ما تجيب اخرك. طبعا التمرين دي هتفيد جدا البنات، كل عمال يقول لي انت مهتم بالولاد، مهتم بالحديد، مهتم بالجيم. دي للبيت، دي مش حديد، دي تنفع بوزن جسمك، تقدري تلعبي بيها وانت مطمنه خالص، مع ان الحديد اصلا مش هيطلع عضل. هنعمل فيديو عن الموضوع ده قريب، لكن عموما لحد ما نعمل فيديو فالتمرينه دي ممتازه ليكي. هنخش دلوقتي على ايه؟ على الشولدر. بص يا معلم عشان افهمك كده هنعمل ايه في الكتف. اول تمرين ده هنقسمه اتنين، لو انت بروفيشنال شويه او تقدر تلعب التمرين ده فالعبه على الحيطه وهتفهم ازاي لما اوريك. طب لو ما قدرتش هتلعب الجزء التاني بتاعه. انا ليه ما قلتش الكلام ده بعد ما لعبت؟ لان انا مش عايز افصلك في النص. هديك الكتف كله ورا بعض وبعد كده افهمك برده تاني بعد ما اخلص التمرين. بس كده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. لا لا بهزر معاك، لسه هكمل. نشرح بس الاول تمرينه الكتف ايه هي. اول دخلنا زي ما انت شفت على الحيطه، لو انت مستواك عالي شويه ممكن تلعبها، لو مستواك متوسط او مش هتقدر تجيب فيها عدد كويس فالعبها عادي على اي بقى كرسي ولا اي، مش لازم الكرسي ده، انا بقول لك ده مثال، اي كرسي اي كنبه اي سرير اي حاجه عندك في البيت حط رجلك عليها والعب على معلم. التمرين الثاني يعتبر لاترال ريز بس يعني برده بالمتاح، حلو وجربه وهيجيب معايا خلي بالك، لكن العبه بنفس التكنيك ده ويبقى تقلك او وزن جسمك هو اللي بيحركك. هتلعبهم قد ايه؟ هتلعب البريس من 12 ل 15 عده او اللي هي اللاترال ريز، هتلعبها لحد الفيلير. هنخش دلوقتي ايه؟ هنخش بايسبس. نفس الكلام برده هوريك تمرينتين شوفهم ونرجع نتكلم عليهم.
انا تعبت، انا تعبت. هي تمرينه حلوه بصراحه، شابوه شابوه من الاخر. انكر انكر انها تمرينه وحشه، تمرين من الاخر. انا عايز اقول لك فعلا ان انا تعبت، انا لسه في الباي، فاضل تراي فاضل رجل. بس الاول نقول الباي ده لعبنا ايه؟ لعبنا التمرينتين اللي انتوا شفتوهم دول، الاثنين هتلعبوهم اربع مجاميع لحد الفيلير، يعني هجيب اخرك في كل مجموعه. هنخش دلوقتي ايه؟ هنخش دلوقتي ترايسبس وبعديها الليج وشكرا كده. بس يعني التمرين عجبتك اهو، فهتنزل تعمل لايك ها وشير وسبسكرايب سبسكرايب وسبسكرايب، شغل الجرس جرس ها. لعبنا التراي زي ما انت شفت في البوش اب، انت ايدك بتبقى انفيرتد شويه لبره. لو عندك مشكله في الريست بلاشها، لو انت اصلا عندك اصابه قبل كده في الريست حتى لو اتعالجت بلاش التمرين ده عشان ما يتعبكش. لكن الانفيرتد بوش اب لما ايدك تبقى بره بتشغل تراي بشكل اكبر. زي التمرين الثاني اللي شفته جبت لك من كذا زاويه عشان تعرف اكتر هو بيتلعب ازاي. ولو لقيته خفيف برده الشنطه بتاعتك المتينه حلوه دي بتاعها رجلك 100 فل و10. نايس. ايه ناقص؟ ايه ناقص؟ الرجل. طبعا اظن ان انتوا جربتوا تمرينة الرجل بالاوزان وشفتوا عامله ازاي، فما تقوليش تلت التلاته كام في الرجل. بس نسيت اقول لكم ان تمرينة التراي هتلعب البوش اب لحد الفيرير، والتمرين التاني هتلعبه من 12 ل 15 عده حلوين قوي. كده خلاص خلصنا الرجل. الاير لانجز والاير سكوات هتلعبهم زي ما انت شفت، عدى وعدى عدى وعدى. عايز اقول لك جامدين طحن، ولعوا لي الرجل عندي، جربوا مش تندم. لو لسه ما تقدرش تلعب الاثنين مع بعض تقدر تقسمهم، ده لوحده وده لوحده وتريح في النص، او تكتفي بواحده بس لحد ما مستواك يسمح انك تلعب الاثنين مع بعض. جامده جربها. الليك كيرل او اللي هي الباج ليك كيرل بقى اللي هي بالشنطه تعتبر، هتلعبها من 12 ل 15 عده. الاير لانجز والاير سكوات هتلعبهم لحد الفيلير، لحد ما تقع. اربع مجاميع طبعا وبس يا معلم. كده خلصنا فول بادي ورك اوت. بادي ويت او مش بادي ويت او يعني في بادي ويت وباج ويت مثلا قشطه. يعني انا عايز اقول لك ان التمرينه دي تعبتني تعبتني بجد. جرب تلعبها، وحتى لو انت تنزل الجيم وبتلعب حديد عادي جدا جرب التمرينه دي مره هتعجبك. بس كده فينش. ما تنساش الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى فيه فول بادي ورك اوت كده، بس هتبقى بالدمبل، وبعديها هنخش بوش بول ليج بالدمبل والاوزان بس. ممكن ادخل ريزيستنس باند معاها، ده غير طبعا البوش بول ليج والاور اند لور والبرو سبليت اللي لسه ما كملناش فيها تمرين الظهر. بس عشان كل ده يوصل لك محتاج تعمل ايه؟ تنزل تعمل سبسكرايب وتشغل الجرس، وانت نازل بقى تك على اللايك واعمل شير للفيديو ده لكل اللي عندك عشان هيعجبه. واوعى تنسى الجيف اواي، في جيف اواي جامده زي ما قلت في اول الفيديو. خش على اللينك اللي تحت واشترك في الجيف اواي، وهي شروطها بسيطه كده كده. عايز تفهم اكتر خش على الفيديو الجيف اواي على القناه، والاستفسار على التدريب اونلاين خش على اللينك من تحت، هتلاقي لينك في الديسكربشن للتدريب اونلاين، او كلمني على اي موقع من مواقع السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام واتساب وارد عليك على طول. بس كده يا حوش، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.
ايه اللي هعمله ده؟ لكن الله ما خلاص تلاتة مش اتنين، اول اتنين هما واحد اصلا. ايه اللي هقوله؟ اول اتنين هما واحد. فما تقوليش تلاتة في تلاتة كام؟ تلاتة في تلاتة اسمها تلت التلاتة. تلت التلاتة بكام؟ ايه تلاتة في تلاتة دي؟ يعني ايه تلاتة في تلاتة اصلا؟ تسعة عادي يعني، تلاتة في تلاتة تسعة. يا رب يا ساتر.